مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو آخر في قناة فراس جيمز. الآن نشوف هذه المباريات في كلاش رويال. مباراتي استخدم أيضا سباركي مع بيكا، مزيج ممتاز، فريق حلو ضد واحد يلعب بالقوس، حط القوس فجأة، لازم يحط البيكا بسرعة. البيكا راح تقريبا، البيكا راح، القوس ما ينفع له إلا ودك بس تحط تلعب هيكل، يروح عند القوس ينفجر وخلاص انتهى. أما البيكا لازم يضرب الهياكل ولازم يعدي من غولم الثلج ولازم شغله. ما لو معاك الآن هجمة حلوة، بيكا وراء ساحر، شيء معقول، نظام حلو، سوي الدمج كويس. ما علي، هجم بالجهة الثانية الآن، حطيت سبارك يتفاهم معه، للمرة أفضل، سبارك تمسح كل شيء قدام، هياكل شيء كذا أي شيء. الآن لازم مرة ثانية نرجع نفس المنوال، هذا الخصم ضعيف صعب شين، كل الصفات الشين فيه، جالس يلعب برج نار وقوس زيادة على كذا معه إعصار وسحر الثلج. شوف كيف الغثاثة، كيف أغث من كذا، ما في أبدا. هذا الحين ما تدري تقول أدافع لين الله يفرجها الله يخارجنا بس، ولا تقول أهجم أنا معي فيكا ومعي سباركي، لا أنا ما أخاف من أحد، ما تدري وش تسوي فيه، هذا ما تدري وش تسوي فيه، بس تلعب وكذا. الآن أنا أقول الله يخارجها بس، نلعب للدفاع ونبغى بس نفتك من شر هلاله. هذه فرصة. طلع لنا الدفاع ما أدري من وين، يعني حلو التعادل حلو. جاني غثيان، غثيت من ذا، أبغى بس تخلص المباراة، خلاص. أوه يا الله، بس شوف أنا هذا الإيراني، مباراتنا مع هذا الفارسي كيف ستكون ما أعرف. خلونا نشوف. يلا بسم الله، برج نار. الله يعين هذول الإيرانيين، بس يلعبون أبراج النار. هذا الإيرانيين عندهم خوف مو طبيعي، يلعب برج نار وفرن، تكثيف بالدفاع. أنا والله أبو شكلهم، الآن فرصة أهجم الجهة الثانية، أهجم الجهة الثانية فرصة، وهجم بالخنزير. ما أعرف، شكلنا متعادلين الآن، الفرن بطاقة رهيبة، تحطه يضرب من بعيد. ممكن يجيب له شوي يجيب البرج،
أنا نهجم بسباركي، خاف من سباركي هو كويس على الأقل، خليته يحط الساحر. الآن نهجم بالبيكا، استخدم برج النار، هل ممكن؟ لا لا لم يمكن، لم يمكن أن يصل الخنزير إلى بر الأمان. الآن أنا برضى، إذا هجم الخنزير الآن أنا برضى، أجمد هجمته هذه مهما كانت التكاليف. الآن ضحيت أنا ببيكا بشكل غبي عشان أصد الساحر فقط، راح البيكا وراح برج النار، على الأقل راح برج النار. الله 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 كويس، في ضربة في ضربة ضربت. استخدم برج النار، احط البيكا احتياط، لا احط سباركي، سباركي افضل. يا ابن الذين هجم من الجهة الثانية، على الأقل راح برج النار. حط برج النار الثاني، مو مشكلة معي سحب الكهرب. الله أكبر، اشرب يا لهجم، روح